بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك. يا نويت. وهو كتمان أو صفتيا زور يعني إشارة بولا إثبات وان تكرار ذكاته وإشارة بولا قدامي وانو أجر كان صفتي كلامش تفصيلة كده دهتن شو كان صفتي كلام يرجار زور جدال ونزاعي دا ولا تاريخ داو تاريخ الإسلام داو جابو يشاب ويكاب توا معنا الروم بيتوا عقائدي عقيدة أهل السنة لباري صفتي كلام دا تفصيلي دا دهتن. وهو أي الله تعالى، الله تعالى متكلم بكلام هو صفة له. باشا متكلم بكلام هو صفة له. جاتا أو بي صلة مقرن. وكو شون دلين تكلم فلان بالكلمة يعني أو قصي كرد. نالي متكلمة تكلم دكا بكلام بقصيك هو او قصي صفة ابو خدا شو كما كتمان او يكبع عنوان الصفة دادنين كما قويائي حالي هل الصفة دلوقتي ما لها قوة لفظ قوة ما لها بو صفاتي بل لفظ الصفة بلان باشا صفتي قويائي نا قوة اخر انسان ذهن انساني بولاي بعض اشتكي تبدا شيدا حالي هن شون جاو جرق بقوة بلان كابرا لواني بو صفتي قدرات ارجاعي بداتا هلو بو بنايك قوي بنايك قوي لو أنا جابوا باري تعالى من صفتي بنائي أقبلين قدراتي بنائي كبرى لو أنا إرجاعي بذاته وصفتي قدرات بلين علم بمبصرات إرجاعي بذاته وصفتي علم جاء مواناقين حالة أرزن بون الصفات تباشا بلين متكلمة تكلم دكا بكلامين بسبب صفتك صفتي چيا أوا معنى دكين بيك بصلة ناقرين تيجيشتن يا بسبب داقرين خدا متكلمة تكلم دكا بسبب صفتك كصفتي قويائية باري تعالى تكلم دكا تكلم النفسي منزورة حالي هنشون تكلم دكاتا بسبب صفتك كصفتي كلام أو بقري يعني دلنا أصلا متكلمون تجريدي تدا متصفون حالي ها هو باري تعالى متكلم يعني متصف بكلام متصف بصفتي صفتي قويائية حالي أرزم بون شونا زور شاك لي حالي بنيدي ما كباسي كلام دكين كم كلام ما منزول جلق ديرا دا كلامي بمعنى قويائي مبدئي قفتن حالي هاي جا اوش اما كلامي نفسي ما منزولة او صفتي كدبيت مبدأ بو قفتن نفسي سخن قفتن نفسي اها او من منزولة كدلين كلامي نفسي منزول من او صفتي حالي عرزم بون جدال خداواني متعال متصفة بوصفته أو صفتي هيا هو كأو كلام صفة له صفة لبو باري تعالى صفتي ويا نقبلي بلي ولا متكلمة بكلام بو معنى متكلمة يعني خالق كلامك كلامك صفتي ويني بلك صفتي هوايا أولا وكو معتزلة معتزلة وادل عندي باطني قصان وابو حاليا شو؟ لا باطني خسنك زايدك يا حقيقة عقيدان أوي حقيقة عقيدان أوي كذلك خدا متكلمة يعني شي خالق كلامه ظاهري قصك أوي كذلك متكلمة يعني متصفة بصفة كلام بلام أوان شي بمجازي معنى هذا كان كذلك متكلمة يعني خالق كلامه حاليا لازم بون شو أنا أو حقيقة عقيدة عشان معتزلة هذا صفتني اصلا يا بس صفتي دانانه بمخلوقي دادني كمخلوق صفتني تاز تيجيشتن بس او عبارتي زانت شلون معنى هذا كانوا يعني ضل متكلمون تجريدي تدايا يعني متصف بكلام متصفه بصفتي كلام يعني ضل متكلمون بكلامين يعني باري تعالى تكلم دكا بسبب صفتي كلام نكبز بزات بلكو بسبب صفتي كلام كأو كلامه هو أو كلامه من صفتي قويائي كلامك أزلي وأبدية شاكا أزلية هرهبوة شاكا أبدية شهرد به هيتش وقتك السكوتي بدودة نايتا نسكوتي دا پيجرا هبوة نسكوتي بدودة ديتا سكوتي كده يخويني بس معنى السكوت سكوتيش داخل سكوتيش سكوتي نفسي منزورة حالي هنشون زور شاك
هو صفة يكدان صفته كلام شندان صفته صفة يكدان صفته بباري تعالى تنكيرك بوحدته هل يعني شو؟ نه نه عندك دلان بين صفته أمر نهي خبر استفهام مثلا دي كما شندان هل يعني شو؟ دلان يكدان صفته كلام تيجيشتن؟ او اجمالا تفصيلك بخو الان شرحك تفصيلي دلاتن بوشي دلي او كلام صفته بو الله چونك او كالله متكلم كتمان تواتر نقل الانبياء لسره اجماع شر سرك الله متكلم او هيش كاس اختلاف تدا نيك الله متكلم يك نفر لو انك حقيقه مسلمان يعني انتماء بلا اسلام يعني هي يك نفر جنيه بلا الله متكلم نيا قبلن هر كافر دبن حاليا شلون دلام كمتكلمه اي صفتي كلام شي هي او صفتي غويائي هي دلام بلا متكلمه صفتي غويائي شي هي غويائي صفتي ويا نك متكلمه بمعنى خالق كلامه اعوانه تجيشن بوشي دلي او كلاما صفتي باري تعالى ضرورة امتناع اثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به چونك اشتكي يقينية بديهية كمحالة اثبات مشتقك بكري كهمن متكلمة لبو الشيء كشيء كالله محالة مشتق ثابت بكري بو الشيء ببيوي كما أخذي اشتقاق أو مشتق قيامي هبتن به بو شيء موصوفك يوا مشتق أتبين عالمي بو زيد ثابت يا بلا زيد عالمة بلا ما أخذي اشتقاق عالم كعلمة قيامي يا بزيد وزيد فيه متصف نية دي اشتي ولا نعرفن لغة عقلا ممكن نية حاليا شو ممتنع جدير جدا مشتقك هي متكلم بتواتر النقل لأنبياء وبإجماع متكلمة دي باشا جاب أجا متكلم بيتن خود بيم أخذ اشتقاق أو متكلم جبو خد ما أخذ اشتقاق متكلم شيا نعم جدير دا كنت ما دونش كنت ما دبي ليه رش تكي بلين ما أخذ اشتقاق متكلم تكلمة بس بزي بارت على شيء هبتن قصة كردني هبي قصة كردني نفسي حاليا شو قصة كردني كهبو كنت ما قصة كردنش أسرة أسرة شيا أسرة صفاتي جويا يا بزبي وقتك كأسرة كهبو مؤسرة كش دبي هبي بزبي صفاتي كلامي شيا هبتن أو إنك تقدر ده بيلين حاليا شو؟ دواني بيش اللي عالمون وحيون وسمعون هل أون ده كافيه؟ أون ده دليله؟ بلام ليلا كذا ما أخذ اشتقاق ده بيب قائم بباري تعالى وبلا تكلمي بيو قائمة. ده باش تكلمي بيو قائمة. نك صفة كلام معنا جوياي تكلم يعني سخن قفتان. أخذ رأي سخن قفتان أسري صفة كلامه صفة جوياي. اللي يرى متراتيل بس كابو صفة كلام. كصفة جويائية باريت على هيتي حالي أرزم بجونا البتا أواش كتمان وقتك إثبات مشتقك بو شيء اللي را لازم ديتن كأو شيء موصوفة متصف بما أخذ اشتقاق أو مشتقي ببيتن أجر هاتو ما أخذ اشتقاقك لأمور عيني ثابت في نفس الأمر بها صنع لنا كان زيدون أعمى مشتق كأعمى حملك سر زيدي آية دبيتن عماش صفتك موجود ببو زيدي موجود بداري وجود بي او اللي را لازم نايتن اگر ما اخذ اشتقاق لشي بيتن لأمور عيني موجود في نفس الامر بيتن حالي ارزم بون شونا نقل أمور اعتباري بيتن نقل أمور اعتباري الله واجب خواه تواتر نقل لسالة ودليل عقلي لك الله واجب دي اللي را لازم لخدا متصيب ما اخذ اشتقاقي واجبك وجوب وجوبش بعنواني صفتك الزائد لسال ذاتي باريتي على حساب بكري لي را لازم لي الله قديم لي را لازم لي قدامش بعينان صفتك الزائد لسزاتي بالك على حسابك اي نا شكني ما اخذ اشتقاق لو عند امري اعتبارية او قاعدة كدالين محالة اثبات مشتق بو شيء ببي قيام ما اخذ اشتقاقي او مشتقي بو شيء او قاعدة بو جيك كما اخذ اشتقاق لاموري عيني موجود في نفس الامر داري وجود محمولي بيدا معتزلة قبول يعني كمتكلم هو صفتي امري موجود عينيا دبي قبول بك انا اخر هروايه وانا اعتباريه مثلا اخذ انا انقوم مخالفه بداهات اللغه عرف ذاك الخرابوش لا عرف ولا البداهات عرف اللغه لا بدي اقل وابدا هر شيء القران هبي حديث بيبقى كيف هو تاويل كيف نابد هذا لازم نقول شنو صفتي قوي تكلم اثري صفتي قويه سكرتني نفسي أو يكلا ضلي خود ده لنفسي خود ده أي ما ضلين لضلي خمان ده أي ما ضلين لنفسي خمان نفسي معناه الزاد معناه الروح قصبك لبال خود ده قصبك أو ده بصفتي جوياء يهبتها
بوسيله وي او كاريبكي وني اخر تكلم فقط بهم نفسي او تبدا لا لا بهي لفظي جدا كتري اما ليرة دا باسي تكلمي نفسي دا كتري جاء كلامي لفظي باري تعالى هيتي نيتي چون چونية او بحثي كتمان بو دوية رادة قرين هل عزم بو چونة كتمان جاء شرح مواقف دا دراها باري تعالى كلامي لفظي بعنان الصفات هل نية نابت الصفات باري تعالى الفاظ وحروف نابت الصفات باري تعالى الفاظ وحروف قيام ينهي بهوا وحادثا وجود هذه كان متوقف على انتفاء حرف قبلي هل لازم بون او مخلوق باري تعالى لو هذا اللي قال المعتزله ايمان زعمان نيه كالفاظ قران الفاظ كان او الفاظ كمن دي الله او الفاظ انا ونيه الحمد لله رب العالمين الفاظ كان صوت كان او نصفه باري تعالى نين هلوك الفاظ منش صفتي من نيه اخو الفاظ من قيام ينبا من ونيه الفاظ قيامي دبي بهواوا واو الفاظ مخلوقه لويدا نزاع نيه خصال شيء معاني او الفاظانا معانيه كان كده بدا كلامي نفسي قفت شدي نفسي حالي هن معتزله اوي انكار ده كان كصفتي باري تعالى بيت جاء اوجه لك موردي بحثك نيه او كان قفت شدي نفسي باري تعالى حياتي شاكا او که مبدأ کیجا منظور منه مبدأ گفته صفت گویایی او شته معتزله چه دکن؟ این کار دکن معانی ازلیه معانی الفاظ ازلیه معانی الفاظ کن که دارین خالقن وجود اصیلیه کن من منظوره ایدی که دارین مخلوقن وجود اصیلی وجود بالفعل الفاظ کن مخلوقه بلان وجود ظلیه که اما کتمن وجود ظلیه هموی معلومات لعلم باری تعالی دست خب بشی خیندو مانا دکرت او بلای علم اگر وجود صورة الفاظ مفهوم الفاظك صورة الفاظ صورة منتزع لو لفظك امن ديلن او الى نظر بقري او بومن حادثة او صورة لعلم من ده بلام لعلم باري تعالى ده كتمان صوري قشت معلومات كبشكل معلومات الفاظ واصوات او انا صورة وان لعلم باري تعالى ده ازلية اما بس وجود اصيلية كان ده كين حاليا شو وجود اصيلية الفاظان الفاظ قرآنش حتى وجود اصيلية كين مخلوقة حادثة بلام او الفاظانش بوجودك الظل لعلم باري تعالى ده لا ازل ده ارهبونا هلكو صورة من لعلم باري تعالى ده ازل ان ارهبوها تيجي ايش ده؟ انا تو امجي كلامي نفسي خوا ازليا كلام حد بيبدا والله واجبه بلي واجبه بلي كلامي نفسي باري تعالى ازليا قلنا يلا الا اهل السنات خارج دبي دبي معتزلي دبي مثلا فلان تيجي ايش ده؟ يعني دبي كراميه خدا بمن باريز لو اهل بدعته اوان او بحثنا اوان اهلي سنتي انواع دار كرت كبيرين انا اصطفاي عقيده هر دماوه باشا اهلي بدعات بيدان مثلا او ركانة او كوادار الدكاءة الشور رجل موعزي خود باسي التواصل بكي باسي استغاثة بكي لبحثاك الزور واجب وبش رفتي خالكي غافل بي كي باعثة اگا او مترحينا كرت باو اواني بكفر دانانا باو خالكي بكافر دانانا با هرگز مجبور دبوم لما وعزي خونده بچم اما بچم دفاع بکم اوانا نا جبو یه کشکه هر او سازی ده که بو یه جرمکان جرمکی گوره یه براستی ها چونکه نید بنام مانعی پیشرفتی مسلمانان دی دبنام مانعی پیشرفت او واد لده کد که اتو مجبوری خلی که شر نو خوی بیدی هر فقط او جوابی بده یه دشمنش بکیفی خوی قل لکان فتح بکاتن و سیاره کان فتح بکات و اکتشافات و اوانا هر چیه که حتی مجبوری ببینو کریوان را تواوی ابزار آلاته که با جیاند لازمه او اهلی بدعت والده ده که جابوی دلین منشئی او بدعتانه هر هموی ده گرته و بود دشمنی مسلمانان باک اهلی بدعتک لروی خلوصیتی خوی و وابلتن بلان منشئه که چویه دشمن واده که کفر واده که بخاطری و که انسانی وانه که ایدی وانه که حمید رضا جلایی پور پیش فرمانداری نقدی بود لمهابد وان زور بود ولی که ایلو طرفدارانی خاتمی وان بود مقاله یکی بود روزنامه یک در چپ بود وقتی که من فقیه بود روزنامه یکی بود صبح امروز بوشته کی وان بود نه روزنامه که نماوی است جا مقاله یکی لیو در نوسی بود مقاله کش اوه بود کتین لعوائل انقلاب اوانی او ترور و اوان رویانده لمجلس داو چند او یک جار زور آشفته بوم انقلاب او انقلابه خریق بول لبین بچیتن لنطفه دا خفه بیتن دلا ایما هاتین دانشتین که چپ کین
بتایبد لکردستانات و آوانه دا که احزاب سیاسی خریکی فعالیت و آوانه بون و خلکی جذبیان دا بون لنو اهل سنت دا لجنوب و لوانش دا تحرکاتک وکو پیدا بیتن کتمن چب کن که خلکی غافل بن لوشتانه یعنی اصلا خلکی دوربینی ذهنی خویان لسر مجلس و کارکانی دولت حل گرن که دولت دا چواز اگدایت چون چونی و آوانه اول مقاله دا او نسیبوی امهاتین کتبکان ابو الاعلا مودودی ترجمه من کرد به فارسی و برایگان پخش من کرده بوی که خلکی پیو مشغول بن به بحثانه غافل له مسائل سیاسی چه ده گزاریتن ده پایتخت چه ده کریتن له برای سیاسی ده چون چونی آوانه او اعترافی ویه ها جمع مقاله کم رانه گفت حیو برام او خودی بخوی او حمید رضا جلایی پور بخوی نوسی بوی له روزنامه ده چاپ کرده بو حالی ارزم بون شونه اه جا منظورم او اجاب زنه او بحثانه که دیتا پیشه بحثکانی اهلی بدعت و آوانه چه اندازه لباره سیاسی اوه به حالته که کارشناسانه کاری لسر دکریتن تیگه ایشن جب زانه ده بیتن استکبار چپ کاتن بو تقویتی او فکرانه ونیا؟ به تمام معنی غافلت دکاتن لجرایان روش لحرکات لهموش تکی دکوی دی زور چک خدا بمان پاریزه لهمو بدعته که یا ربی جو في هذا رد على المعتزلة ألا كدلت هو صفة له كلام صفة بو الله رد لسار معتزلة بو معتزلة شان كتوا حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام أوان دلان خدا متكلمة بكلام خلات وانا بلان متكلم نيا بي كافر دابن واني آخر دلان متكلمة بكلام بلان متكلمة بشي معنى دلان زر دقرين جلی کلام به معنای صفتی گویایی معنا نکرده و دارن کلام یعنی گفته شده کلام یعنی چی؟ گفته شده گفته شده شعر منظوره؟ گفته شده لفظی منظوره متکلمش یعنی خالقون یعنی موجودون دارن خدا موجودون لیل کلامی خالقه لبو گفته شده لفظی خلقی دکاتن حالی عرضم بون چونه؟ آها پس که ابو صفت کی ذاتی کلام به معنا گویایی لخداوانی تبارک تعالی انکار دکن هر کم متکلمون بهی نفسش گفته شده نفسش انکار دکن گفته شده نفسش انکار دکن صفت که مبدعی گفته شده نفسی بی که صفت گویایی یا کلامی نفسی اوش شده کن انکار دکن فقط بچی قائلن گفته شده لفظی الفاظ کن و دجلن خدا متکلم بوان یعنی چی متکلم بوان یعنی خلقی اندکا متکلم بو یعنی خلقی دکا بلام هو قائم بغیری او کلامه قائم بغیر باری تعالی صفت خدا نیه صفت بو شتکی تر صفت بو چه بو لوح المحفوظ صفت بو ملائکه بو جبریل امین صفت بو او بشرانه که خدا او کلام رس زبانی وان خلق دکا صفت بو او داری حضرت موسی که باری تعالی کلامی لوی دا خلق کرد اوا صفت بو وان تيجيشن شونه؟ لا يجري نا متكلم بكلام هو صفة له خدا متصفة بصفة كلامي بمعنى قويائي كأو صفة صفتك أزلي وأبدية له لبو باري تعالى وقيامي بشي وهي بذاتي باري تعالى وهي زورتك أوان كتيان هو قائم بغيره وليس صفة له وليس هو حاليه او حال مؤكده دي كقت قائمه بغير يعني شيء يعني ليس صفه له تاكيد دكايده كقائمه بغير باري تعالى دي صفه خدانيه يعني ما وليس صفه له تاكيد دك حال مؤكده حال ازم بون متكلم بكلام هو صفه له صفتك شونش ازليه صفتك از ما دام صفه خدا بده بازلي بيدي بده بازلي بي ضروره امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى شتکی یقینی و بدیهیه که محال حوادث قیامیان به ذاتی باری تعالی بی چونکه هرچیه که متصف به حوادث بی بخوشی چیه؟ حادثه بو محال قیامی حوادث به ذاتی باری تعالی شتی حادث محال دو فساد لازم دی یکی که نوی بلن باری تعالی او حادثه یا صفتی خدایا جلی که صفت اگه کمال یا نه اگه کمال نبی نقص به نبی تا صفتی خدا ده بی کمال بیتن او حادثه اگه کمال به بلا صفتی خدایه ده اگه صفتی خدا به پیشتر لازل ده باری تعالی هی بویانه اگه بلای والا نی بویا او لازم ده باری تعالی ماوه خالی به لکمال او کفره اگه بلای نه والا صفتی کمال و حادثه بلان باری تعالیش هر هی بویا ده لازم ده او حادثه با قدیم ده بنی جمع و نقلین لازم ده پس که او بوده بی اگه صفتی که کمال بو خدا قائل بی که پیش قائلینو اوانا حتما ده بی بلان صفتی که چیه؟
أزلية باري تعالى هلا أزلة وهو هاي بوو أو صفة الله قلصة باري تعالى هلا هبوو مبدأك وابتدائك بوجودك إني جاء أو كلامك إما دلنا صفة باري تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات لجنس حرف صوت نية يعني إما كلامي بمعنى قفت شدي اللفظي بصفة باري تعالى دا نانين هذه كلامي بمعنى قويائي كمبدأ لبو قفت شدي النفسي باسي ويدك فكروا أنا شيء ما بلين والله قرآن كلامي خداني متعالى وصفتي خدا يعني ألفاظ كان أصوات كان صفتي خدا حرف كان خو ناكلتن بوش ناكل ضرورة أنها أعراض حادثة شو كشتكي بديهية كأو أحرف أصواتنا أعراضا أعراضا قسمي كيف ديواني آخر أعراضا بخشان شنا حادثا نبون دواي بيدا بون مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض حدوث بعزك لحروف وأصوات مشروطة بشي بل بين شوني بعزك كتر تدقن شونا مثلا تقول لفظي الحمد ده نازل بقرا الحمد شاكا لفظي اقرا اول آياتي كان نازل بلا نازل بقرا حدو بيدابوني هر حرفك مثلا حرف قاف بيدابونا كي متوقف الرسال لبين شوني الف دبي لها همزي خلاص بي وني تلفظ بي توابي جا تلفظ بقاف امكان بزيره تلفظ بقاف توابي جاء تلفظ برا إمكان بزيرة دي بس كأبو أول فاز حروفنا حادثا كحادث من ناكل صفة باري تعالى بن باري تعالى متصف بحوادث نابتا مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض بوايا لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي محالبوني تكلم بحرف الدوم ببي وكحرف أول تواو ببي بلي ولا تكلم بحرف الدوم ده كان حرف أول جت هوا نبوة ده وشتكي محال بونك بديهية بديهية كمحالة اشتوى إمكاني نية ده بس كوابو ألفاظ وحروف قشتي شنا حادثا ألوة تكذرني حادثا وجود أصيلية كان حادثا خدي أولا زي كإستيمن دي اللهم حادثا بلان صورة مفهومي أو لفظي صورة كي صورة علمية كي لعلم باري تعالى ده أزل لعلم من ده او لفظك قرار الصالة كيلو بدوه بيلم صورتي او لفظي بين مزيني خم صورتك شهر حادثة هل خلي لفظك حادثة بلام صورتي او الفاظانا لا علمي باري تعالى دا ازلية باري تعالى علمي بيهب وهل ازل لك او الفاظانا روددا بلام خلي وجود اصيلي الفاظان بالفعل كحادثة بنو بيداد بن او شيء حادثة حالي ازم بنشونا وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية ألا وقصيدة كفرموي ليس من جنس الحروف والأصوات الرد لسال دو طائفة قمراه كتشينا حنابلة كرامية جاء إصطلاح حنابلة بيشيش بوم كتون كحنابلة جمع حنبلية منسوب بلاي إمام أحمد كري حنبل طائفة يكن خويا نسبة ددن بلاي إمام أحمد بلان درودة كان تابعي وينين وكو سلفيا كان ابن تيمية دلان من حنبلي مذهبين بلان دروج دكاتن هل عارضن بوي حنابلة أو طائفة ها قال الكلام ده توشيبون ما لنجا باشا ما هدغن شاء أو مذاهبنا اختلاف يان بيك وانيا وحملنا كان يكتري وانيا ليه ده حنابلة بقوم راه دانا وانيا قال بلن كاك أو حنابلة ناوك طائفة يك بخويا هل يان بجاردو ادعا ده كان شوين كوتو إمام أحمد بلان شوين كوتو ويش نين بدروا ادعا ده كان هل عارضن بوي حنابلة أو منزورين موسيقى الزرجين سيتاء الحنابلة جمع حنابلة منسوب إلى ابن حنبل وهو الإمام أحمد وهذه طائفة نسبوا مذهبهم إليه مع أنه بريء منهم شاكا جاء بيثان خوش بي ولوانا كيجدال للطبقات الشافعية طبقات كبرى إمامي سبكي شاكا اللي ويدا دتوان مراجعي بيبكن لسري دروال لباسي إمام أحمد دا باسي أو كسانا دا كخويا نسبة دا ولا إمام أحمد مرام إمام أحمد جلوان بريه تدل باري تعالى دو كسي جوري لتاريخ إسلام دا مبتلا كردوا بدو طائفة كأو دو كسانا لو دو طائفة بريبون إمام أحمد مبتلا كردوا أبو حنابلة خويا نسبة دا بولاي وبلام حنبلي مذهب كان نها حنابلة لشاخي اعتقادي دا خويا طائفة كدلن إمام حنبلين بلام دروج دا كان و رافيزش خوان نسبة دادن بولا إمام جعفري وإمام جعفر لوان بريه هالي أرزن بون ألي ودى طبقاتي شافعية لديهنية الإمام السبكي شاكا جاء والرد لسر حنابلة ولسر كرامية أوان دلن شي حنابلة وكرامية القائلين هردوكيان القائلين دتوان بخينا وبعتوال لفزيان القائلين بعتوال أفراديان جمع
القائلين يعني القائلين هردو كان قائلا أو دو طائفة بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف هردو كان قائلا بواك كلام باري تعالى عرالا كلام بمعنى چه دقرن؟ قفت شدي لفزي دلا باري تعالى أو قفت شدي لفزي هي عرالا لجنس أصوات وحروف هما صوت حرف كان أو نصفة باري تعالى تائر هردو كان شريك تيدا باشا بلا ومع ذلك فهو قديم فقط قصي حنابلة قصي كراميانية تيجيشتن ومع ذلك فهو قديم بلا بس هردو كان قائلا بواك كلامي باري تعالى شيا ألفاظ حروفا باشا هر كان قائلا بو تفاوته كرامية دلين ألفاظ حروف كان حادث نصفة باري تعالى وكو بيشش خندو من عوان قيامي حوادث بذات باري تعالى ودروس بلام حنابلة دلين بلا صفات باري صفات كلامي باري تعالى ألفاظ حروف كان قفت شدي لفزية بلام ومع ذلك فهو قديم لقلوك كلام بمعنى قفت شدي لفزية وأصوات حروفش بلام تشيشه قديمشه جاك بلن قديمه اما كتمان او امكان فزير نية اصوات حروف ناكري قديم بيت شكو وجودي هالكاميه متوقف على انتفاء ايتر بس اجي قديم بي انتفاء بس دنايتن اجي قديم بي مسبوق بشتكي ترنابيدن حالي ارزم بو جونا فهم بو فرمي رد لسر حنابلو كراميه معتزلي موت معتزلي بونك اخا هبيش ردي معتزلي كده اخو كتي هو صفه له اصلا معتزله بصفته لنا هذا خارج بندي هل عزم بنشونه؟ مع ذلك لقلوا كلا جنس أصوات حروفه لقلوا كأو كلام عرالة ولا جنس أصوات حروفه باوجود يوي باتش شدادنين حنابلة بقديم شدادنين أول يعني لدو خالان ده باشتباتشون أولا كلامي باري تعالى بألفاظ حروف دادنين دوما بقديم دادنين كلامي باري تعالى لجنس أصوات حروف نية وأصوات حروفه كان قديم جنينة حنابل كرامية أو نجدو اشتباهها يا وني آخر شذا كان اشتباه كان كلامي باري تعالى دلين ألفاظ حروفه ألفاظ حروف كلامي خدان واشتباه دوميان أويا كدل أو كذا كحادثا بلى إشكالية تدني حادثا ألفاظ حروف بلان دلين أو حادثة صفاتي خدايا على وده باشتباه شو أهل محل حوادث جناكريتها شاكا لو بين معتزلة ما وتوا معتزلة جوكو كرامية وحنابلة بيان ويا كلام لجنس شيء أصوات حروفة وحادثة وكو كرامية دلن حادثة ومخلوقة دلن أوان بصفة خداي دانان بمخلوق دادن تيجي إيش نسي طائفة كانت شون ألا معتزلة دلن باري تعالى متكلمة بكلامة كلامك لجنس أصوات حروفة بلن خدا متكلمة وانا خالقي وانا بلن أوان صفة باري تعالى نين لو ذا كأو ألفاظنا حادث ومخلوق إماج نزاعك من لقل معتزلة نية لو ذا نزاع من هي ك باري تعالى أوان البته أوان صفة جويائي بوخدا قائلين إما ظن باري تعالى أو صفة شيء هي حالي أعزم بنشونا حنابلة معتقدا كلام باري تعالى لجنس أصوات حروفه أو أصوات حروفه نكون معتزلة نين كبل صفة خدا نينا بلكو بصفة باري تعالى شدادا نين أو ألفاظنا أو ألفاظنا ظن صفة خدا قيامي أنها بذات باري تعالى ودجلن شيء قديم شنا أصوات حروفه كرامية دلين كلام خدا لجنس أصوات حروفة مخلوقة وحادث شاء أو أصوات حروفة دلهم ده عيني حالج ده صفة باري تعالى شاء تيجي إيشتن جاي ما دلين نخر كلام باري تعالى لجنس أصوات حروف نية أصوات حروفة كان مخلوقا وحادثا صفة خدا نين باشا ما هو توقفت شدي نفسي وصفته كمبدأ أبو قفت شدي دي باشا أو صفته كمبدأ أبو قفت شدي نفسي أأوى صفتك أزلي باري تعالى وقديمة وحادثنية ومخلوق جنية وباري تعالى هل أزل وبيه ومتصفة وأزلي وبدية ده من إنتهى وقفت الشدي نفسي أو إيش كبحث الرسالة لك إن دونج عارزم كردن بهاش لبيه ده أمرون با أفكا وكلاد لو أدرانا أو شرق قول الرويداد المعتزدات لفع عباسي وسيما محمد قولينا أكل بوكا وقرآن حادثة باش دي إمام أحمد واي كدي كتيان بإمام أحمد أتوجد تواني بالتورية بيلي توريه بايدي توريه ايدي اخر اوان كلامي نفسي هل قبولنا وهل كتلات كلامي نفسي دي هن كشتي چون فاخر بيان ادى امام احمد يسمى بيوتا قرآن مخلوق او قرآن مخلوق لا قرآن دا اگر كتت خلقي منظوريان پيچيا حقيقتي قرآن ناك منظوريان برگو جلد و نقشكاني قرآن تيجي اشتر جاء با امام احمد يان كت پیان کود ده توانی توریه که خود رزگار بکی و کزور العالم وان کرد درستی شال شرع دار لمتن قرآن لاصل قرآن نص قرآن جای ده توانی وابکی بلام
نفركش بيكو بإمام أحمد يكتي أو خلك هموي منتظري قصيتو يا هر بلي قرآن مخلوقة هر هموي العقيدة أهل السنة هر هموي دقريتو منتظرين كأتو مهري تأيدي ليبدا يعني هر كتباي دزجاي تبلغاتي أو وقتي شون يعني بلاو ذكر دوا ده أنا كنت إمام أحمد كنتي كلامي خدا مخلوق خلاص برا وعن لي ذكر زور شاك وهو أي الكلام صفة باشا صفته يعني شو صفة أي معنى قائم بالذات يعني بذات الله معناك معناه معنى قائمني بنفسي خوي أجا قائم بنفسي خوي بدأ بيت الذات شرك رودة ونيا صفة مستقلني دي صفة مستقلني أخو قائمة بذات باري تعالى وانا قائمة بذات خوي جاء صفة منافية للسكوت والآفة صفة كواية منافية لبو السكوت وآفة باطني نفسي منافية لبو السكوت نفسي ومنافية لبو آفة نفسي تيجي إشتن سكوت نفسي بشي دلن ديارة كلامي نفسي زانيتان شيدي أويا كإنسان لإنساني داقا حسابكين أويا كإنسان بتوانيتن قصبك لبال خويدة لنفسي خويدة بتواني قصبك أو صفة قويها بك بتواني قصي بيبك شاكا سكوت نفسي شي. باشا أو قويها بيتن أدي أقل أو قوي نبي أو قوية هرنية أصلا أو صفتي هرنية باشا يان باشا هرنيتي يكو إنساني لالي نفسيها لالي لفزينة لالي نفسي يعني إنسانك وهالكوي أو صفتي هرنبيتن نتواني لبال خويدة فكري شتيب كاتا ولبال خويدة قصان بكاتن حاليا جه أقه هبيتن كسكي وهبيتن كأصلا صفتي قوياء نبي يعني شي يعني تواني وي نبيتن لبال خوش دقسام بك حالي أرزن بون أو بيضلن شي خرسي نفسي لالي نفسي أو جار كسك أو صفتي هيا بلان بكاري ناقريتن صفتي قوياء هيا صفتك هيا دتواني لبال خوي دا لروحي خوي دا قصي بيبك لروحي خوي دا بلان بكاري ناقري أو بيضلن شي سكوتي نفسي هالي عزم بون جباري تعالى صفتك هي منافي او دشتانه يا صفتي باري تعالى يعني شي يعني باري تعالى صفتي قويائي هي كدتواني تنقصي نفسي بيبكا وهرقزش نآفتي هي بلاي اصلا او صفتي هرنبي وهرقزش واني كبو صفتي قصي نفسي نكا يق لحظة سكوتي نفسي بسردا بيتن أأوانية حد مدام باري تعالى تكلم النفسية يعني مدام حالي أرزم بون شونا أزلي وأبدي يدي عدمي بسر دانايا صفتك هي وأو صفتك أسرك هي من دبيتها أو قفت الشدي النفسية يدي أو قفت الشدي النفسية إيش بعد دوامة صفتك هي قوية أقا سكوتي نفسي شايفة خمش بلشي لا مشكلة كأوية عيب رودة داتا وزمني وي أو قفت الشدي النفسية حالي هن اگر بلا این نیبیتن بردوام عدمی بسر دادیتن لقدیمیت خارج ده بیتن اگر قدیمشون عدمی بسر دادیت صفت نه گفته شده این نفسی صفت گویه اگر ماو کلامی نفسی جین صفت اگر ماو ده صفت اگر ماو بلا صفت اگر فقط صفت اگر اوه بالقوه کارکی پیدا که قصانی پیدا که اوه نیه بلا جار جار ساکت بیو جار جار قصه نفسی بکه جار جار قصنا كاتن لا ذاتي خويدا جاجا قصي بيبك اوانيه تقبل هل هو صفه قدره صفه قدرتي هي بلام روايش خلقه كان روايش خلقنا عشان صفه قدرات اوانيه تعلقي معنويه كي تعلقاتي قديم من هرهيني تعلقاتي قديمي هرهي اخو حاليين شلون مرامي كلامي واني اخو ناتوني تعلقاتي اتو بشي وانا كي ودابني هر اوش تعلقاتي قديمي هي تعلقاتي حادث شي هي البته بلا ما باسي تعلقات ناكين باسي خودي قفته شده اكيد اكين باسي معاني او جملاني قرآني داكين معاني جملة كاني توراتي باسي معانيه كان داكين دا او معانيه باري تعالى او انيكا دا فرميتن اتو بيني او بحراني الدنيا هر همو يخرك يو بي بنوس يو ما نفذت كلمات الله يعني نهايتي انبوني ايدي ويا
القرآن إذا أو آية لبيثانا شيء آياتك مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذا باش يعني أو كلماتنا بردواما هيتش وقتك بر نهاية دا أقل نهاية هبي لجيك الراب وستي أو وقتي شده بيتا محدود وحدك نهايتك إذا بيتا دي حالي عرزم بون شونا كمال مانية إما نقصي مطلقين كلامي صفتك قائمة بروحي إما صفتك صفات نام منبعي يعني شو منبعك؟ كلامي نفسي من الكيو ما أخذيكن زمان بعديكم. بخوي بخوي منبع كلامي نفسي. بخوي مبدأ بقصة كردن. جيكي شوية بشوية رأو. بعدين أروح ما هلكني إنسانة. أشون روح جزامي لشوية إنسانة. رواق يا مي هي بروح. روح لشوية جزامي. روح عندك دولة هالمكانيني مجردة هالمكانيني. عندك زمان سارية لتوابع زاي بدن ده. نورك السارية سارية لتوابع زاي بدن ده. عندك جرنا ولا مجرد كمجرد بمكان هرنيه كلام نفسي كل بيدي قائمه بروحي يا صفه ابو او روح نفسي فتره بردوام هيك شيء يكثر هو هروى ركوعي باري تعالى بردوام السمع باري تعالى بردوام بصرك كلامك شيء هروى اهو صفه ثانيه وانا صورتي الزلي شلون هقول اصلا قصك لني نفسي شنو شخو نازي ما شنو كي بحثي لناك هيك وقتك يعني فقط بحث لويدكين او عندك لحيتي علم اي مدايا شونا او عندك تنزيهي دكين وكو اي بشرينية وكو اي بشرينية ولان شونا حوالي باري تعالى دكين شونا هرنا كتري لويدا واني اخر كيفية نيخو لكيفيات اوانا نيتا شونا بو كيف دكتري حالي عزم بون شونا على كلمات ربي قل من لا يتكفر وداني شارب كلام نفسي كخوي تعالى كلام نفسي يعني قفت الشدي نفسي كقفت الشدكة أسر لبو قويائية كقفت الشدكة شهر قديمة جا زور شاك وهو صفة منافية للسكوت السكوت باش معنى الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه بمعنى ترك تكلمه جاء مواردي بحثك الريز بون جاء لكن مواردي أو بحثي ما بن باشا هل أون دي بلين وانية كباري تعالى صفتي قويائي هبيتا بلام سكوتي شكر دبيتا آوانية يعني قد بكاري نقر تبي أو صفتي هل أرزمون آوانية تقيشتن أها سكوت إيرا سكوتي اللفزي مقرن أو كامل أران أو شن لحظة يبدأنك بوم أو سكوت أو سكوت لفظية سكوت نفسية يعني كنت من كلامك نفسية إلا ضلي خمانة إني زورت في نفسي مقالة وابت أما صفة جويائم هيا بلام إرادي ويناكم كبو صفة جويائيا لبال خمدة قسم بكم إرادي ويناكم أو ده بتشي سكوت نفسي بس كابو سكوت ماشة الذي هو ترك التكلم يعني ترك إرادة التكلم باشا إلى حد كلام صار حذف مضافة سكوت بمعنى ترك إرادة تكلم نفسية ترك إرادة تكلم نفسية مع القدرة عليه بوجود بك موصوفك قدرتي هبت عليه بس أو تكلم نفسية إذا ترك بك إرادك يعني شيء إرادة تكلم نفسي نكات إرادة تكلم نفسي نكات قدرتي هبه صفتي قويائي هيا بلام إرادينك بو صفتي قويائية تكلمي نفسي بك جا كلام منافية لقل أو صفتي منافية لقل أو سكوتي ومنافشة والآفة لبو آفت آفت بش معناها التي هي عدم مطاوعة الآلات آفت بمعنى شيا عدم مطاوعة الآلات دي هجا معنى النكر ده آلات المساعدة يا متين عدم مطاوعة الآلات اللي رجم مضاف محذوف ديسان عدم إرادة دي يعني على تذاها وكارينة كم يعني بكويتنا كم مضافة كي محذوفة شون محذوفة أو لو كتبه دنسيتي لبيرم شوية جملة كي شون راس كما ملا أحمد يبدأ دقيق مضافة كي محذوفة آوة بلين
المطال وجود غير نادري في عدم وجود روايتي إذا عدم المطاوعة على إرادة التكلم في نفسه عدم القدرة عدم القدرة على الإرادة عدم القدرة على الإرادة عدم مطاوعة الآلات يعني موصوف أو آفتك هي آفتك بو معنى آفتها يعني موصوفك قدرة توانائي نية بس لو إذا كإرادي بك مطاوعي آلات أبزارك أو قدرتي هرنية هل أصلا قدرتي نية كأو إرادي بكاتن نتنها إرادي تكلمناك توانائي وشنية كإرادي تكلم بكاتن بايا وكو كابرائك كما في الخرسي وكو لحالتي خرس خرس بمعنى لالي نفسي كسك تواناي وشي نبيتن قصي نفسي بك لبال خويدا قصان بك تواناي وشي نبيتن كلام منافية لقل او خرساي حالي هشون بس كون صفتي قوية هيا صفتي قوية هيا صفتي قوية هيا قدرتي بكارجي يكيني قدرتي إرادة بكارجي يكيني خرسة صفتي قوية هيا نصفتك كيني ايدي اخوان مثال تيتو مساجد طفوليه كي مثلا لبنانيه انا خلاص ده هرنيه او جلك نيه او يك افات يك كان او يك هرني بيتن اصلا يعني هي بيتن بلام شي بيتن ضعيف بيتن حالي هيشون نجشتو بحد قوه كما في الطفوله الى دوران طفوليه ده صفتي قويه هي بلام وند هي بحدك الضعيفه ناتوانيتن بكاري بغريتن حالي عرزم بون شو أنا؟ خلاص النفسي منزورة خلاص النفسي بوجودني. بوجودني. يعني ناتو عن سكر لبنان مشكلة كهيه. سفتي وياك هي. ده صفة تجنيه. نانا لفظي نخو. كسكي وهبيتن كا. ده هبا شهر نجبي يعني بهر حال باري تعالى لي مبرايا لو اشتيا كبلي صفتي يعني توانايي قصكردني نفسي هر نبيتن بلكو توانايي كشي هيا بيجي لو كتوانايي كشي هيا ارادي تكلمي شي هيا سكوتينيه ارادي تكلمي هيا حالي ارزم بون شونا افتينيه بلي توانايي قصكردني نفسي نبي يعني هي بي بلام ضعيف بي اوكيج اوينيه بلكو قدرتي وتواناي قصة كردني نفسي هيا كقدرتك هي إرادة كشي دكاتن واجنية كسكوت النفسي بكبالكو إرادة تكلمي نفسي دكاتن هالي أرزم بون سكوت آفتان بس سكوت آفتي اللفزي معنى ما كانوا سكوت آفتي نفسي معنى دكينوا بو يكتي وهي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة أصلا بحسب فطرة بحسب خلقتها أو آفته بو معنى قدرتي لسلوك إرادة تكلم بك تواني وينيا وكما في الخرسي أو بحسب ضعفها يعني فطرة مشكلينية صفتك قويائك هي بلا ما وندها أو آلاتاني ضعيفا وعدم بلوغها حد القوة نجيش بحد أوك ده صلاة بيدا بكاتن بكاري بقريتن كما في الطفولية اللي دونين طفولية ده ده اگر آفت يعني هرنية ايوه اللي صفته غير آفت من خارج كله وتمانا صفته يعني اشتيك هي ده باشل دي كيجي منافي لغل آفته وهرزوتي خارج مانكرو آفت يعني اشت صفته غير وجودي زيدي آفته دي مثلا بصر منافي عماية بصر صفتك منافي عماية أوايدي أو خد يعني وكده الأشياء تعرف بالألذات اشتكى بزيد خوي تعريف أو تعريف إذا كايدي وهو كلام شيء تعريف إذا كاتر صفتك أوها يا فإن قيل أجل لروي اعتراضه وبكترجع أو اعتراضه بناغي لسلوي كأما أو جلك معنى ما نقول واي معنى نكين سكوت آفتان بس سكوت آفتي اللفظي معنى بكينوا أو اعتراضي فإن قيل لسلوية أمر أول بس سكوت آفتي النفسي ما معنى كالبويك أو اعتراض واريد نبي بل أمجلك أما سكوت آفتا بل لفزي معنى بكينوا كابر دلكاك أو عبارتيتو تناقلي تدايا شنكني للايكي كتد كلامي باري تعالى لجنسي ونيا لجنسي حرف صوتا نيا وات كدي بيشي للايكي دلي منافي سكوت آفتا سكوت آفت شتي لفزين أو منافي وانا يعني كلامك لقبيل ألفاظ يدي تدقى شون منافي السكوت اللفظية يعني السكوت اللفظي يعني شيا تكلم اللفظي هيا منافي آفة اللفظية يعني شيء يعني تكلم اللفظي هيا
دي بس كأتو بيشو كتير للجنسي أصوات وحروف نية لو عبارته الله خام دكتورين ككلامك للجنسي أصوات وحروف بيتها شو ككابرة سكوت وعفتي بس شو معنى كله توا آه أو جرف إنقيل على رؤية ترازو بكتري هذا الكلام إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي أو تعريف كتوديكي ككتن منافية للسكوت والعفتي فقط صادقة بس الكلام اللفظي دابو شو كأوز منافي لبو السكوت اللفظي وعفتي اللفظي فنيا قصنا كردني لفظي توانای قصه نکردنی لفظی مقابل وند بیت چی قصه کردنی لفظی و توانای قصه کردنی لفظی دید حالا کی پیشترش گفت اما بس کلامی نفسی ده که نه کلامی لفظی خو او تعریفی که تو کده بس کلامی نفسی ده صادق نیه بس کلامی لفظی ده صادقه ایو سکوت و الخراس انما ينافي التلفظ سکوت و خراس زیدی چنا تلفظ خو زیدی کلامی نفسی نیه آها قلنا ایما الجواب درن که المراد السکوت والآفة الباطنية يعني السكوت آفة باطني منزورا يعني شلون بألا يريد في نفسه التكلم السكوت بو معنى إرادة تكلمك يعني شي قوي قويائي هيا بلام صدك إرادينك كبو قوي قصام بك لبال خويدا أو لا يقدر عليه بأن ها يدبر في نفسي التكلم تدبير تكلمك يعني قلت شدي نفسي لروحي خويدا تدبير نكاتا بيلي لي نكاتا تيدا كان شونا إرادة نكاتا يريد جوانتا لنسخة يريد جوانتا تدبير جهر بيتا أو بوشيا لا يريد في نفسي التكلم أو تفسير السكوت باطنية سكوت نفسي سكوت نفسي يعني شي يعني موصوفك شاكا قدرتي قويائي هي صفتي قويائي نفسي بلام إرادي ويناك كلا نفسي خوي دا تكلم بك نك إرادناك بالزبان قصنك هذا بيت سكوتي لفظي إرادناك لنفسي خوي دا قصي بي بك معانيا حاضر بك جاب صفتي باري تعالى منافية لقال أو سكوتي أو جار منافية لقال آفت آفتي باطني آفتي باطني شيا أو يكا ألا يقدر عليه هر توانایی نبید علیه بسروی کل نفسی خوی ده تکلم بکه او توانایی هر نبی یعنی کتمن هی بی بلام ضعیف بیتن جایی باری تعالی منافی وی یعنی چی؟ یعنی صفتی کلامی باری تعالی صفتی که باری تعالی اراده تکلمی نفسی پیدا که و باری تعالی قدرتی شیهی بسر او تکلمی نفسی ده وانیه که اراده نکا که با صفتی تکلم نکا که بیت سکوت واجنیه که توانایی تکلمی نفسی هر نبی يعني هاي ببلام ضعيف كبت آفت آوا نيا جاء السكوت آفتا بسكوت آفتي اللفظي معناه كين راس كلامك كجوا ده كلامي لفظي بلام سكوت آفتا بسكوت آفتي باطني معناه ده كين ونيا كزيد ده كاش عند بيت كلامي باطني كلامي نفسي فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده هلوكو كلام دوبشي هي كلامي لفظي وكلامي نفسي هي كيما كلامي نفسي بس في تبارك تعالى زانين فكذا ضده زد كلامي دوبشي هي كمان سكوت خراسن اوانش دوبشيان هي السكوت خراسي لفظي سكوت خراسي جا لما تندى مراد للسكوت خراس وافتان سكوت خراس وافتي شن نفسي نكي لفظي هالي ارزن بون دور شاكا بلي راس انت هذا بانك دي بوشي، بتمينا مني يا وا؟